مساء الخير عليكم. عايزة أفكركم دايماً في دعائكم كل يوم، ما تنسوش أهلنا في غزة بسبب اللي بيحصل لهم دلوقتي، وأتمنى لكم دايماً من كل قلبي أن أنتوا تعيشوا في حب وسلام وسعادة. تصبحوا على خير. على المسرح مع منى عبد الوهاب، ثاني أيام العيد، 5 مساء على قناة مصر الأولى.